النخاع يتدفق حبا وولا ويتساءل عن سر الأحمر فيهما، والجانب الأكبر فيه هو الذي جمع كل محاسنه في من حياته. صدق محب للخير يتأسى بمعاناة حبيب، يسأل عن الغائب متواضع حتى ولو ملك ناصية الأمور. بالمناسبة، نظرا للعلاقة الوطيدة التي تجمع معها مجموعة لنا من أصدقائي وأحبائي، وخصوصا أستاذنا الجليل سيد عبد المجيد المزدي الذي يمر بوعكة صحية، والذي من خلال هذا المنبر نتمنى له الشفاء العاجل، وأكيد أنه لو كان يستطيع الحضور لما تخلف عن هذه المناسبة العزيزة. محب وأجمل حب لديه ما قال عنه هو لنفسه، أجمل الحب ذلك الذي يشع من نظرات تسير الهوينة على سراب النهار ومن همسات البحر ليلا. جربوا أن تنظروا، جربوا أن تسمعوا. حفظك الله سيد مصطفى وحفظك في آل بيتك، فأنت كنت وستبقى لنا وجها مشرقا في من مسيراتك الحافلة بالعطاء، وأثرا اقتفته وتقتفي فيك ناشئتك، وممن تتمد على يديك، وممن رافقتهم وكنت بالفعل خير رفيق.